اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا ومن العاصمة الإسماعيلية مكناس. كنرحبوا بكم معنا ونحن في الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك والفضيل، شهر رمضان المعظم، ويعني لا تفصلنا إلا أيام معدودات على استقبال عيد الفطر والاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة والمباركة عند الله سبحانه وتعالى. اليوم معنا هد الأخت اللي صراحة كانت أسف الوضع اللي هي يعني كتعيشه حاليا، من بعد ما كانت يعني بالبيت ديالها برزقها كما كتقول بالمسائل ديالها، الآن كتشوف راسها أنه يعني استثمرت في واحد البيت بعد ما تعرضت يعني لبعض المشاكل الزوجية اللي ما بقاتش لايقة بها، اللي ما كانتش غتقدر يعني تخليها تكبر بنياتها على كما هي باغا وكما هي هي ناوية. اختارت أنها تحمل المسؤولية وتهز وتخرج للزمان كما كنقولوا، لكن كنقولوها دائما فالزمان راه الرجال الله يحسن العوان، الرجال تغلبوا ما بالك النساء. فهاد السيده دخلات على واحد الكريدي، خدات واحد كما كنقولوا قدر الحياه، واحد المسكن بالطريقه اللي كنعرفوا، خدته بطريقه يعني بكريدي عن طريق البنكه كما كتقول هي، انها يعني ضحات وغامرات وخدمات لا في المنازل، قبلت على شي حوايج اللي ما عمرها كانت كتوقع نفسها انها غادي تكون يعني واحد النهار انها تخدم عند شي وحده في الدار ولا تخدم في قهوه ولا تخدم، ولكن الزمان هذا والدنيا دواره كما كنقولوا. لكن الان من بعد كما كتعرفوا حنا كنعيشوا في زمن كورونا، هاد السيده الان يعني وصلت للدرجه اللي كتقول هي على لسانها انها يعني ما بقى عندها لا ما تقدم لا ما تاخر، اكثر من 4 شهور ديال الطريطه كتسال، زائد انها يعني بالرغم من انها عندها واحد البركه واحد النفقه وعندها واحد المسائل، ولكن داك الشيء يعني ما بقاش كيقد حتى في القوت اليومي، ما بالك انها يعني تكون به مع 3 ديال البنيات وثلاثه ديال البنيات اللي مراهقات اللي كبيبرات اللي باغيين شحال من حاجه خاصاهم. الان توجهت لكم نتوما خوتي المغاربه باش تشارك معاكم الهم ديالها، وفي نفس الوقت فهي اختارت واحد الطريقه اللي جميله، فهي ما كتمدش يدها ولا كتسعى شي واحد ولا كتقول شي واحد اعطيني، لا بالعكس فهي كتامن بذاك المبدا ديال علمني كيف اصطاد السمكه ولا تعطيني سمكه كل يوم. فهي دارت واحد القناه، دارت واخا ما كتفهمش في هذا الشيء، كريات واحد القناه على الفيسبوك على اليوتيوب من اجل انها يعني تحط فيها واحد المحتوى، تخلق فيها واحد المحتوى اللي نقي ومحتوى اللي كيليق بها، اللي كيليق يعني بالنساء يعني النساء عامه وبالحياه اليوميه. عندها الاخت ديالها حتى هي مريضه، مزيد من التفاصيل على الحياه ديال هذه الاخت هذه اللي لا داعي لذكر الاسم ديالها، غادا تبقى معنا وهي اللي غتحكي لكم على اللسان ديالها. مرحبا بك اختي معنا على هذا المباشر. السلام عليكم خويا منير، نهارك مبروك. الله يبارك فيك. والمشاهدين ايضا تاهما عواشر مبروكه، رمضان مبارك سعيد وعيد سعيد مسبقا. المهم شادي نقول لكم الاخ منير راه قال لكم اللي كاين، انا ما بغيتش بلاتي بقاي معايا واحد الاخ الان خويا منصف مصغري، تحياتنا ليك خويا، وي باغا تخدم اخويا ومحتاجه للخدمه هاد السيده، خليك معنا منصف تسمع القصه ديالها، ومازال غنعطيوك الرقم ديالها، وراه باغا تخدم محتاجه للخدمه هاد السيده. ما بغيتش نمد يدي لشي واحد، عندي خوتي اللهم لك الحمد زعما صراحه داروا معايا المستحيل، عندي خويا حارق برا مسكين 5 سنين هادي ما شفناهش، هو براسو يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله، داكشي اللي كيجمع مسكين كيصيفطوا ليا مع المهم باش نعاون راسي. خويا مسكين صغر مني تا هو كيدير المستحيل، ولكن راه لا غالب الا الله سبحانه وتعالى، شحال كيقدك بنادم يعطيك، كيعيا اللي كيقبض اللي كيعطي وما كيعياش اللي كيقبض. المهم انا ما نكذبش عليكم، ما بغيتش داك الطريق اللي هي خايبه ما بغيتهاش، بغيت نعاون راسي، حليت هاد القناه هادي باش نخدم على راسي، ما بغيتش شي حد، ما بغيتش شي حد اللي غادي يبقى يعطيني دائما ولا هذا، لا بغيت نخدم على راسي. انا خوتي هي ومساكن عندي واحد شويه ديال النفقه صراحه 32 ريال، ولكن الطريطه ديال البنكه كتقطع لي 22، كتبقى لي 10000 ريال، واش ديال اللي كوش البنت عندي مريضه، واش ديال الضو، واش ديال الماء، واش ديال الحانوت، واش ديال المصاريف البنات، راكم عارفين البنات مراهقات، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، تقهرت مكناس ما فيش الخدمه مره،
الخدمه ما كايناش، ما لقيتهاش، عيت ما نفرق النمره ديالي، عيت ما ندور على الريستورات، عيت ما نقلب، لا اله لا غالبه الا الله. وحتي الا خدمتي في الريستورا راه كتخدمي كتلقاي الليل، انا عندي البنات ما كيلاقيش نخليهم بوحدهم في الليل، لا غالبا الا الله. قلت لي واحد المساله، يعني قلت لي انه كتمشي تخدمي في الديور ولا كتخدمي في نعم. الديور بزاف د المرات في الحمشي ديالتي، انا راه كنت مرض نفسيا حيت انا ما عمرني كنت كنخدم في الديور، انا كنت يعني مزوجه بالحمد لله واحد الوضع عيشه عندي يعني الحمد لله كأي الناس، ولكن ربي قسم عليا الطلاق، ما تفهمتش انا والطريق ديالي، ما تفهمناش الا من عند الله مرحبا ولا من عند العبد تلقى قدام الله. صافي تبدلت لي الوضعيه، مرضت نفسيا لا انا لا بناتي الصراحه، مرضت. المهم كنترجى من المشاهدين وكنترجى من الله سبحانه وتعالى ربي يسهل لي في هذه القناه هذه، ما نمد يدي حتى لشي واحد، بغيتكم تعاونوني والله سبحانه وتعالى هو اللي كيعاون الجميع. نتمنى المحتوى غادي يكون نقي ان شاء الله، لي فلوق نقيين، شي حاجه كنقيه، وحنا خوت في الاسلام الا عاونتوا اختكم راه بحال الا اش غادي نقول لكم، راه ما عرفت ما غادي نقول والله ما عرفتش. كنترجى من المشاهدين يعاونوني ويدعموا لي القناه ديالي يعني. اختي بغيت يعني نسولك بالنسبه دابا، يعني انا قبيله قلتي لي واحد الكلمه اللي يعني صعيبه وصعيبه بزاف، يعني قلتي انا كنمشي كتخدم مع بنادم في الدار كتبقى شحال وانت كتجفف صبن هادو في الاخر 1000 ريال على 50 درهم، راه اش غادي نقول لك، وعاد اش نقول لك، عادي جهات عادي جهات تخمل، عادي جهات تحك الماء بالجيكس، عادي جهات واحد رمينا لا اله الا الله محمد رسول الله على 50 درهم، راه ماشي نعم. وكتشوفي راسك انت كنتي يعني انت سيده بيت، انت كنتي يعني عايشه واحد عيشه ودارت الدوره وليتي انت كتخدمي يعني في الدار عند المراه، راه شويه قاصحه في النفسيه ديالك، ولهذا تطريت قلت غادي نحل القناه ديالي ان شاء الله باذن الله، وكنتمنى من ربي يوفقني. اولا بعدا كنشجعوك بعدا على الشخصيه بعدا وعلى الكاريزما، لانك مازال ثابته. ما بغيتش نسمح في بناتي ولا نتخلى على بناتي، انا بناتي نهزهم سناني، يعني القطه ما كتسمحش في ولادها، ولا انا ما قدرتش نسمح في بناتي ولا نخرج لديك الطريقه هكايا، ولا ما قديتش صراحه هذيك الطريقه ما كتعطيتها لشي واحد. انا كنصح اي وحده تحطت في المواقف اللي انا فيها، في الموقف اللي انا فيه، تناضل تناضل وتكافح وما تضيعش راسها وتضيع وليداتها. تقدري يعني راه كاين هاد النمره كتعرفيها، راه بعض الان يعني غتشوفي بعض الارقام اللي كتتصل بك دابا الان، راه الناس راح يتحوض على الرقم ديالك على القناه، على قناه شوف تي في، وكنطلبوا من المشاهدين والمتابعين ديال قناتنا انهم يدعموك. يعني انا بغيت نخدم على دراعي، بنخدم بالحلال ديالي الصراحه الله، و الخدمه ديال الدير راه ما غاديش يقد عليها تقد عليها اي مره الصراحه. صعيبه تخدمي في الدار، وصرت كنتي انت بدك مولات الدار، تلقاي راسك انت كتخدمي عند وحده اخرى راه قاصحه نفسانيا، النفسية ديالك تتمرض، فهمتي النفسية ديالك تتمرض لك بزاف. سيرتو نتوما لي فام، سيرتو نتوما النساء، يعني الله يحسن لهم، وخصوصا انه حتى ومازال كنأكد مكناس ما فيهش الفرص ديال العمل، ما فيهش فهمتي، مكناس ما فيهش الفرص ديال العمل. بالنسبة للمحتوى اللي غتخدمي عليه، يعني الحويجات اللي غيكونوا في القناة عندك، واش انا غادي نتشارك مع اختي، اختي عندي ولو انها مريضة، ما من هي مسكينة كتقدر كتعطيك كتعرف تهضر كتعرف يعني غادي كنظن انا غتسهل عليك الماموريه، غتسهل عليا الماموريه بزاف ديال الحوايج، اختي نشيطه، اختي المهم ان شاء الله غادي يكون خير. انا غادي ندير لي فلوق برا، المهم شي حاجه ديال الطبخ نهار غادي ان شاء الله، داكشي اللي غادي نديرو غادي نشاركو مع المشاهدين. شي حاجه اللي كتعيشها المراه المغربيه بطريقه محترمه. انا بالك عليا، انا بالك عليا داك روتيني اليومي، داك مشاكل، داك الفيديوهات، داكشي اللي كيكون يعني حشومه يشوفوه ولاد اليوم، حشومه يشوفوه الشباب ديال اليوم، شي حاجه اللي ولات كتالم في القلب. هادشي اللي كنعيشو دابا ديك الروتيني اليومي راه شي حاجه اللي كضر في القلب، وكضر وكتسيء حتى المراه المغربيه. نعم بغينا شي حاجه تفيدنا، نصورو بها الفلوس، ولكني شي حاجه حلال. راه غادي نسالو، غادي نسالو على هاد الفلوس منين جا، من اين لك هذا. وابار سا يعني من غير هذا الشيء، الروتيني اليومي كيضر في القلب صراحه، كيضر في القلب. حتى احسنتي بعدا، يعني حتى المتلقي اللي غيتفرج فيك يتفرج وهو رابح وانت رابحه، هو مرتاح حتى ولا ومرتاح ولا مع عائلته، نعم مرتو ولا حدا بنته غادي يكون مرتاح. نعم
نسي ما انا يخلقش شتي العداوات. لا لا حشومه حشومه والله انا ما كنعيش داك روتيني اليومي الصراحه. الله يهديهم الله يهديهم، الله هذا هو اللي يهديهم، هادشي كاين. اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كما سمعتوا معنا ويعني وعرفتوا القصة، يعني ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل بزاف باش ما نحركوش داكشي اللي فات. فالبنيتات تبارك الله، دابا زوج بنيتات اللي كيعيشوا معاك، دابا جوج بنيات وحده عطيتها، مش عطيتها قول زوجتها، زوجتها زواج هذاك ماشي تعطى، ماشي عطيتها هذاك زواج زوجتها، ولكن هاد البنات الصغار راكم عارفين المصاريف ديالهم. هاد الرقم لا هذا عندك اله في الا الواتساب؟ اه كاين في الواتساب. واخا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، للتذكير فقط، فهاد السيده هذه محتاجه المساعده ديالكم ولا شيء غير المساعده والدعم، والدعم ديال القناه. نعم، اذا لانه بعض المرات كنوقعوا في هذا المشكل، كنوضعوا الرقم شي ساعات تسدوا عليا البيبان كاملين، والله شي ساعات كنحس براسي تسدوا البيبان، الا الباب ديال الله سبحانه وتعالى عمره ما يتسد، باب الله عمره ما غادي يتسد، لا علينا ولا على العباد ولا على الامه نعم. كامله. واحد ما حيت الانسان ما وصل لهذه المرحله ديال انه يخرج عند خوتو المغاربه ويخرج بوجه مكشوف ويدوي ويعاود القصه ديالو راه حتى ما عنديش مشكل. انا اللي عيب هو يلقاك بنادم في شي موقف خايب، نعم نعم ولا أقول. في الحرام توقع شي حادثه الله يستر في شي بلاصه خايبه ولا، فهمتي انا هذا الشيء اللي ما الشيء اللي ما بغيتش. اما انا هكايا ما عنديش مشكل، انا نحيد البافيت ما عنديش مشكل، فهمتيني ما عنديش مشكل، حيت ما كنديرش شي حاجه اللي يعني خارجه على الطريق. نعم انا كنطلب الناس والمشاهدين يدعموا لي القناه ديالي، وهذا الشيء اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى، حتى خوتي عياو ما يعطيوني، خوتي عياو ما يعطيو، فهمتي انا ما تنقولش الناس عطوني عافاكم الفلوس. شحال كتسالي دابا تقريبا؟ شحال كتسالي دابا تقريبا ديال الكريدي ديال الدار؟ شحال كتسالي؟ 12 مليون اللي باقا كتسالي. عطوني خوتي مساكن، عطاوني كيفاش خديتي انت بعدا عطينا الفكره القصه ديال الدار كيفاش جات من بعد ما طلقتي؟ من بعد ما طلقت عطاوني خوتي حقي ديال الوالد، والنص الكبير عطاوه لي هما، النص الكبير عطاوه لي هما، الوالده عطاتني ما داروش معاك داك لا ما داروش نص عود عود كدا. هذه خوتي ما غاديش، خوتي ما كاينش، خوتي ما كاينش خوتهم هنا في هاد البلاد هادي صراحه. سبحان الله الله يخليهم لك. خوتي ما كاينش خوتهم المهدي وعلي، ما كاينش خوتهم في هاد البلاد هادي. الله يخليهم سي محمد خويا الكبير سي محمد عطاوني حقهم، عطاو عليا غير باش ما نتشرطش في الزنقه، وبقاو هما مساكن ضايعين، هما بقاو ضايعين، عندي اختي معاقه مسكينه ذهنيا هما بقاو ضايعين، الوالده ديالي عطاتني مسكينه هي حقها غير باش ما نتشرطش ويتشردوا بناتي، حيت كنت عايشه في الدار بخير مع الزوج الحمد لله، كتجي كدور الدوره ما تقبلوش مساكن انك تخرجي تكريبيت مع الجيران. كيفاش يعني طلقتي ثلاثه البنيات في دقه واحده وصايبه شويه؟ هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله صراحه. امر 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 الله يسامح لاي واحد، داكشي اللي انا مسامحه لهم صغيرا وكبيرا. نعم صافي خديت داكشي اللي عطاوني الوالدين ديالي، الوالد ديالي متوفي خلاص، خوتي عطاوني داكشي اللي قسم الله زادوني حقهم، ما بقيتش في شي بلاصه اللي يعني قريبه للكوليج ولا قريبه للمدرسه، حتى لقيت هاد الدويره هادي كان كيخصني نكملها في 12 مليون. انا في ديك اللحظه في لحظه صغاده وفي لحظه يعني تايره ما تقبلتش انني نطلق بديك الطريقه، وهذا خديت هاد الدار هادي هزيت كريدي، عاونوني الناس قبضت كريدي، عاونوني الناس تدخلوا مع البنكه باش عطاوني كريدي 12 مليون. من بعد لقيت راسي ما قادرش نخلص داك الكريدي ديال البنك فوكارين بمسير، لقيت راسي ما قادرش نخلص داك الكريدي، يعني بزاف عليا، مع البنت عندي مريضه تيخصها الدواء تيخصها، المهم راك عارف اللي كاين، اضطريت نحل هاد القناه هادي، وتمنيت من الله سبحانه وتعالى يعاوني المشاهدين المغاربه خوتنا كاملين في المكان ولا اللي برا ولا اللي داخل. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وحنا يعني صراحه قصه شحال من واحد، شحال من واحد الله يحسن العوان راه كيبان لك راه الهيئه مزيانه ولابس زوين وغادي، وراه هاز الدقه والله الا راه هاز الدقه بالله كبيره خويا، وما باغيش يقول وما باغيش يشارك. الله اللي يعلم بيا، والله الله اللي يعلم بيا، حتى وليت كنحشم من خوتي. شتي خويا ما بغاش يتزوج على وديت بناتي ولا وديتي، خويا ما مسكين ما نضحي بحياته على وديت اختي مسكينه معاقه، ولا وديتي انا نضحي بحياته مسكين والله، يعني عنده 35 سنه راه خص تكون عنده بنيه ولا وليد ولا جوج، مسكين ما لقيش كيفاش يدير ليا ولاختي. فكما سمعتوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وحنا مقبلين على عيد الفطر ان شاء الله. هاد الارقام كتعرفيهم؟ لا. جاوبي ارسل عليكم.
نعم سيدي. سمعنا على المباشر، قول لي. نعم سيدي. لا لا سيدي، شي واحد قال لك عنده البومبا ولا ما نعرف؟ لا شنو البومبا في المازوت؟ فنداء مرة أخرى للناس اللي كيتواصلوا، الناس اللي كي يعني كيعاونوا هاد الناس هادو، يعني واللي بغى التعاون، اللي بغى يمد يد المساعدة لهاد الأخت هذا، لهاد الأخت هادي والبنيات ديالها، فالله لا يضيع أجر المحسنين أولا. ولكن النداء ديالي والمناشدة ديالي هو أنه أحسن مكالمات تكون مكالمات معقولة، تكون مكالمات من أجل الدعم والمساعدة في سبيل الله. بعض النفوس اللي غنقولها، بعض الناس وبعض النفوس المريضة كنقولوا اليوم من هنا، الله يجازيكم بخير، لا داعي انكم تصلوا بالناس وتحاولوا انكم يعني تبقاو راحت بعض المكالمات كتجي وبعض الحالات اللي دازوا معنا، غير كيقطعوا معنا، غير كنساليو معاهم حنا المباشر. واش السيده كتعاني ما عندهاش الريال، ولا واش واقع لها مشكل قد الخلا، وواحد كيتصل بها كيقول لها ناخذك انا باغي نتزوج بك، واش هي في الزواج؟ واش الناس راه غارقه والناس واحله، الناس كتقلب على انها كيفاش تخدم وكيفاش تعتق، وواحد كيقول لها انا نزوجك انا ندير لك انا نفعل لك. كتخرجي كتحط النمره ديالك لصحاب ريستورانت لصحاب محلات هكايا، وشي حاجه كيبقاو يصنعوا عليك يديرو جيبك، مشات العقليه ديالهم في الشكل، التفكير ديالهم مشى في الشكل، وديك الطريق ما كتديش للخير. انا مازال كنقولها ما كتديش للخير ديك الطريق. اي وحده كنتمنى من الله سبحانه وتعالى، اي وحده تحطت في الموقف ديالي تخرج تكفض على كما تيقولوا تشمر، تشمر لك سافا، نعم تشمش ما تحشمش، نعم. تخرج تخدم ولو في الديور كاع، ولو في الديور بحال كيما قلت لكم، وما تمشيش في الطريق ديال الهلاك. محمد حمو الشيخ قال لك هذه النمره ديالها بيت نعاونها. وي خويا الرقم ديال هاد السيده هذه هو اللي موضوع هنا في هذا البث المباشر، 0621 حتى الاخير، راه هو الموضوع في العنوان ديال المباشر. اللي بغى يتواصل من اجل الدعم ومن اجل انه يساعد هذه الاخت هذه فاجره لله، بدون يعني كما كنقولها دائما انه بلا ما ندخلوا في هذوك المكالمات اللي تكون من اجل يعني كما كنقولوها بهذا المعنى، مكالمات من اجل التحرش ولا داك البسالات ولا داك الشيء. فالسيده راه يعني ام لي يعني ثلاثه ديال البنات، تبارك الله شابات، ام ديال ثلاثه ديال الشابات، فمحتاجة الدعم ديالكم والمساعدة ديالكم فيما يرضي الله. كلمتك الأخيرة للجمهور. كنهني الناس وكنهني الأمة المغربية كاملة والأمة العربية كاملة، عيد مبارك سعيد، وكنتمنى من الله يرفع علينا ربي هذا الوباء، راه هو اللي زاد حطمنا، زاد يعني أزم الوضعية هذا العام هذا كامل. وش نقول لكم، اللي ساعد راه الله سبحانه وتعالى تيقول لك ان سخرنا بعضكم لبعض، هادشي اللي غادي نقول لكم. راه الا تعاون اسم القناه ديالك، الا تعاون الاخ المسلم مع الاخت ديالو المسلمه والاخت المسلمه مع المسلمه، راه يعني الله سبحانه وتعالى غادي يسهل علينا وعليكم كاملين. ويد الله في يد الجماعه، نعم يد الله مع الجماعه، نعم يد الله مع الجماعة. مع الجماعة، نعم أختي. غير للتذكير فقط إخوان، كنشوفوا الآن عدد ديال المكالمات اللي بداو كيتقاطروا في هاد الأثناء هادي، غير نكملوا هاد المباشر هذا، وراه غادي تجاوب إن شاء الله على جميع الاتصالات ديالكم، ونتمنوا أنها تكون اتصالات جادة وذات نفع وذات دعم اللي غادي يقدر يعاونها. الله ما غيضيعش الأجر ديالو، لأنه ثلاث أيام هادي أم، هادي كما كنقولوا أم اللي يعني كل شيء منها، كل شيء هزاه من ظهرها. الله يحسن عوانه، والله العظيم كما قالت لك الاخت فاطمة الزهراء، الله معك اختي. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا على يعني التفاعل ديالكم الايجابي مع الحاله ديال الاخت. الاسم ديال القناه ديالك كل شيء كيسول على اسم القناه، ناديه فلوغ، ناديه فلوغ. غادي تدخل ان شاء الله من بعد هذا المباشر هذا، غتكون الاخت هي غادي تدخل وغادي تكتب لكم العنوان في، غتخلي لكم الرابط ديال القناه هنا على في المباشر، وفي في سميتو اسم القناه ناديه فلوغ اخويا، ناديه حمي، رمضان حمي، ناديه فلوغ. غتخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها على اليوتيوب. نتمنوا ابوني والاشتراك وحق حتى داك السوبر شات وكاع كاع اللي ممكن انه نساعدوا به هذه الاخت هذه. والله لا يضيع الاجر المحسنين، وكما قالت الاخت فالله الحمد لله راه سخرنا لبعضياتنا. نتمنوا من الله انه يكون فيها يعني في هذا الدعم ديالكم يكون فيه خير ومنفعه لهذه السيده والبنيات ديالها.
ما بقى لي الا نقول لكم الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. الرقم اللي عطيت فيه موقع ما فيهش الواتساب. وصالح الاعمال عاود عطيهم الرقم اللي اللي تواصلتي معنا به. هو اللي درت عطيهم هذا الرقم اللي عطيت فيه الواتساب. شوف بالنسبة رقم الواتساب لا بالنسبة للرقم اللي فيه هذا الرقم هذا اللي عندكم الإخوان ما فيهش الواتساب. كاين رقم آخر هو اللي فيه الواتساب هو 07 73. كلشي كتب عافاك كلشي كتب هذا الرقم هذا الرقم اللي فيه الواتساب وكتب عليه بحال هكا رقم الواتساب نادية فلوغ 07 73 15 70 71. الواتساب ديال ناديه فلوغ هو 07 73 15 70 71. نتمنى تكون الرساله ديال هاد السيده وصلت. شكرا على المتابعه ديالكم شكرا على التفاعل ديالكم. نتمنى الرقم ديالها يطلع عندنا هنايا اسم القناه ناديه فلوغ. نتمنى الدعم ديالكم والمسانده مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه. شكرا لك خويا شيشة شكرا لك منعم الهنزاري شكرا. هذا هو الرقم ديال الواتساب. شكرا لكم الاخوان تحياتي لكم الى اللقاء.